بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي كليات الطب والكليات الصحية والدراسات العليا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نتحدث معكم عن السايكليك تشينجز اوف ذا فيميل ريبرودكتيف بيريود. دي صورة معبرة سريعة عن السايكليك تشينجز اللي في الفيميل ريبرودكتيف بيريود، هتحدث في حاجتين اتنين، على مستوى الأوفري وعلى مستوى اليوترس. ديت بنسميها اوفريان سايكل وديت بنسميها يوتراين سايكل. لو احنا بصينا سريعا كده على الاوفريان سايكل هنلاقي فيها كام ستيج؟ تلاتة ستيج، بري اوفيولاتوري فيز، وديت الاستروجين فيها بيبدأ يزيد سنة سنة لغاية ما يوصل الماكسيمم بتاعه. والتانية بنسميها اوفيوليشن، الستيج التاني اوفيوليشن، وديت دي بيبقى الليوتينايزنج هرمون بيزيد ماشي وبعد كده يقل. وبعد كده البوست اوفيولاتوري فيز، وديت مرحلة زيادة البروجستيرون فيه. الصورة التانية في الاندوميتريوم كام السيج موجودة؟ عندنا منستيريوال فيز 4 أيام، بروريتفريت فيز 10 أيام، سكروتري فيز. ديت رسمة معبرة، لو انت فهمتها كده خلاص فهمت السايكليك تشينجز اوف ذا فيميل ريبرودكتيف بيريود. طيب ما نيجي ندخل على الحاجة الأساسية في الأوفري، الأوفري أندر إفكت إيه؟ هيجي لنا فوق كده هايبوثالامس. الهايبوثالامس هيدينا مادة مهمة بنسميها جونادوتروفين، جونادوتروبين ريليزنج هرمون، بيجي من الهايبوثالامس ينزل على فين؟ أنتيري لوب أوف بيتيوتري جلاند. من الانتيري لوب اوف بيتيوتري جلاند ده يفرز هرمون بنسميه بيتيوتري جنادوتروبين. البيتيوتري جنادوتروبين هيروح على الاوفري، الاوفري هيزود هيعمل ايه؟ اوفريان هرمون. الاوفريان هرمون هتروح على الاندوميتريوم متاثر عليه. طيب ما تيجي نشوف بقى الاوفريان سايكل. الاوفريان سايكل عباره عن ايه؟ الرسمه الجميله اللي قدامك دي، اندر كنترول اوف هرمون سيكريتد باي ايه؟ anterior lobe of pituitary gland. الكلام ده ما احنا قلناه، اللي هي طب البيتيوتري جلاند اللي هو بيتيوتري جنادوتروبين اندر افكت ايه او كنترول باي هرمون سكريتد بايه؟ الهايبوثالامس اللي احنا قلناه هناك، جنادوتروبين ريليزنج هرمون. ادي الاوفريان سايكل اندر افكت ماشي، يبقى انا عندي تو سايكل، فاهمين؟ تو سايكل، اوفريان سايكل ماشي ويوتراين سايكل. الاوفريان سايكل تحت الافكت بتاع الهايبوثالامس، الهايبوثالامس هينزل على الانتيرو لوب بيتيوتري جلاند يطلع لنا هرمون يدخل بقى على الايه؟ الاندوميتريوم. اليوتراين سايكل، الاندوميتريوم بتاع اليوتراين سايكل فيري سنسيتيف للاوفيريان هرمون اللي اتفرزت من هنا. يبقى انا عندي الاندوميتريوم حساس جدا للفين؟ للاوفيريان هرمون. اللي هي جايه منين؟ نيجي نبص للرسمه اللي احنا شفناها، هايبوثالامس هيدينا ايه يا اولاد؟ جونادوتروبين ريليزنج هرمون. يبقى الهايبوثالامس هيدينا جونادوتروبين ريليزنج هرمون. الجونادوتروبين ريليزنج هرمون هيروح للانتيرو لوب اوف بيتيوتري جلاند، هتدينا ايه؟ بيتيوتري جونادوتروبين. البيتيوتري جونادوتروبين هيروح على فين؟ على الاوفري. الاوفري هتدينا اوفريان هرمون، والاوفريان هرمون هتروح على الاندوميتريوم تاثر عليه. طيب ما تيجي نشوف للاوفريان سايكل. الاوفريان سايكل اللي احنا هنتكلم دلوقتي، عرفنا ان في سايكليك تشينز عندنا حاجتين اتنين، اوفريان سايكل ويوتراين سايكل. مرص بقى على الاوفريان سايكل. الاوفريان سايكل اللي احنا قلناه لك ايه؟ بري اوفيولاتوري فيز، نمرة واحد، اثنين اوفيولاتوري فيز، نمرة ثلاثة بوست اوفيولاتوري فيز. طب تعال نشوف للبري اوفيولاتوري فيز. الفلوكيولار سيل، الفلوكيولار سيل ماشي اللي موجودة في الاوفري سكريت الاستروجين في كمية صغيرة سمول اماونت. يبقى احنا دلوقتي
الفولوكيولار سيل هتديني شوية استروجين صغير، هتؤدي إلى إيه؟ شوية الاستروجين صغيرين دولت هيروحوا للأنتيريور لوب، يا أنتيريور لوب إن في شوية إيه؟ استروجين صغيرين، هتعمل إيه؟ سكريت إيه؟ فوليكل ستيميوليتنج هرمون، هتزود الفوليكل ستيميوليتنج هرمون، يبقى الشويه الصغيرين راحوا للانتيريور لوب، نزلت بسرعه الفوليكل ستيمير، الفوليكل ستيميوليتنج هرمون هيعمل جروث وبروليفريشن اوف فولوكولار سيل، على الفولوكولار سيل اللي بتطلع كميه صغيره من الاستروجين هيقول ايه؟ هيعمل لها بروليفريشن وجروث، هتزود الاماونت بتاع الاستروجين سكريشن، هتزود الاماونت بتاع الاستروجين سكريشن. يبقى الفولوكولار سيل في الاول بتدينا ايه؟ سمول اماونت، السمول اماونت وصلت رساله للانتيرو لوب بيتوتري جلاند، وصل راحتنا الانتيرو لوب بيتوتري جلاند هيعمل ايه؟ ماشي، انا جالي اشاره ان في عدد قليل، كميه قليل، قامت منزل الفولوكولار ستيموليتنج هرمون على الفولوكولار سيل دي، هيعمل ايه للفولوكولار سيل ديت اللي فرزت؟ يقول لها شد حيلك شويه، انمو شويه، جروس وبروليفريشن، لما تنمو وتكتر وتزيد هيزيد الاماونت اوف استروجين سكريشن. ماشي، ذا ماكسيمم اماونت اوف استروجين سكريشن ريتش ان ستيج اوف جريافيان فولك، هتوصل الماكسيمم بتاعها في الستيت بتاع الجريافيان فولك اد البري اوفيولاتوري فيز. ماشي، تعالوا نشوف الاوفيولاتوري فيز. الاوفيولاتوري فيز انا عندي استروجين عالي دلوقتي، عندي استروجين هاي اماونت اوف استروجين، هيروح للانتيريور لوب بيتوتر جلاند، يا انتيريور لوب بيتوتر جلاند انا عندي كميه كتيره جدا من الاستروجين، يا طيب اللي كان بيزودوا ايه؟ الفولكل ستيميوليتنج هرمون، هتعمل ايه زياده الانتيريور لوب؟ يا فولكل ستيميوليتنج هرمون اوقف، توقف، ستوب اوف سكريشن اوف فولكل ستيميوليتنج هرمون، عملت الصبل السكريشن اوف فولكل ستيمولاتنج هرمون، هيحل محله ايه بقى في الاوفيولاتري؟ يطلع اللوتينايزنج هرمون، يطلع اللوتينايزنج هرمون، الاثنين فاكتور اللي موجودين ده هم الفوليكل ستيمولاتنج هرمون يقف ويزيد اللوتينايزنج هرمون، الاثنين فاكتور دولت يعملوا رابشر للجريافيان فوليكل، يعملوا رابشر للجريافيان فوق اللي احنا بنسميها الانفجار العظيم، وتطلع بعد كده ريليز سكندري اوسايت انتو فالوبيان تيوب. ماشي يا شباب، يا دي حكايه الاوفيولاتوري فيز. الاوفيولاتوري فيز تفتكرها بان الاستروجين زاد خالص، هتدي تروح اشاره تاني للانتيريور لوب، بدل ما تفرز الفوليكل ستيمولاتنج هرمون توقفه، وفي نفس الوقت تفرز ايه؟ لوتنايزنج هرمون، الاثنين واحد وقف واحد زاد يعملوا ربشر للجرافيان فولكن، ويطلع لك سكندري اوسايت للفالوبيان تيوب. البوست اوفيولاتوري فيز بقى المرحله الثالثه بتاع الاوفيريانس، البوست اوفيولاتوري فيز افتر اوفيوليشن، افتر اوفيوليشن بعد الانفجار وطلوع البويضه، جرانيوليزا سيل والسيكا انترنا، الجرانيوليزا سيل اللي موجوده في الابره والسيكا انترنا هتتحول ليوتولايت ليوتيال سيل، اليوتيال سيل ديت اندر افكتيف لوتنايزنج هرمون، يعني بعد الافيوليشن الجرانيوليزا والسيكا انترنا تتحول لليوتيال سيل، اليوتيال سيل اندر افكتيف لوتنايزنج هرمون، هتتحول الجرانيولوزا والسيكا انترنا لكوربس ليوتيوم، لكوربس ليوتيوم، الكوربس ليوتيوم هيزود الاماونت اوف بروجستيرون، بروجستيرون سكريشن، هيزيد الاماونت اوف بروجستيرون سكريشن. طيب انا عندي دلوقتي الكوربس ليوتيوم اتكون، زادت الاماونت اوف بروجستيرون سكريشن، يبقى انا عندي بعد كده هيحصل حاجتين اتنين، يا اما يحصل فيرتلايزيشن او ما يحصلش فيرتلايزيشن. لو في الفيرتلايزيشن نوت اوكير الكوربس ليوتيوم ريتش الماكسيمم ديفلوبمنت، ماشي، اباوت 10 دايز، يوصل للمرحله اقصى حاجه له 9 ايام افتر اوفيوليشن. ماشي ماشي يا شباب، فاهمين؟ لو نقول تاني، لو الفيرتلايزيشن ما حصلش الكوربس ليوتيوم هيوصل للماكسيمم ديفلوبمنت اباوت 9 دايز افتر اوفيوليشن،
طب ما تيجي نشوف الكلام ده، زيادة الأماونت أوف بروجستيرون، أماونت أوف بروجستيرون هيدي رسالة للإيه؟ للأنتيريور روب أوف بيتيوتري جلاند. الأنتيريور روب أوف بيتيوتري جلاند يوتنايزنج هرمون ستوب، هتعمل ستوب لليوتنايزنج هرمون سكريشن. لما يحصل ستوب لليوتنايزنج هرمون سكريشن الكوربس اليوتيم يحصل له ديجينيريشن، يحصل له ديجينيريشن. اما يحصل له ديجينيريشن كوربس اليوتيم هيتحول الى كوربس البيكانس، اما يتحول الى كوربس البيكانس هيزيد كميه البروجسترون ان اي بلاد. طيب يا اولاد الله الرسمه الجميله دي، خلينا نقول ان الاووسايت طلعت ماشي، ادي حصل الاوفيوليشن. بصوا لي للرسمه ديت، الله يصلح حالنا وحالكم ويبارك لكم. بصوا للرسمه الجميله دي، ادي الرابشر فوليكل، ادي الرابشر فوليكل، شايفين الفيمبريا ديت، الفيمبريا اللي موجوده جزء من الفالوبيان تيوب، ادي الانفانديبيولم وبعد كده الانفانديبيولم والفيمبري، دي فينجر لايك بروسس، تقوم تحيط بالرابشر فوليكل من كل ناحيه. شوفوا محوطها من كل ناحيه، اهي محوطها من كل ناحيه، حوطتها من كل ناحيه لان هنا بنسميه الانفجار العظيم ماشي، اتحوطت من كل ناحيه. في هنا السكندري اوسايد هيتحصل لها ايه؟ تعمل لها شفط، شفط سويبنج، عملت لها سويبنج موفمنت، سويبنج اكشن زي المكنسه، زي المكنسه شفطتها جواه، لا راحت للبروتينيه الكافيتي ولا راحت لاي مكان. يبقى هنا دلوقتي الفيمبريا اللي موجوده ده هي تكفر الاوفي داكت، الاوفي داكت اوف ذا اوف الايه الاوفي داكت ماشي، الفيمبريا اوف اوفي داكت ده هي كفر الايه السيرفيس اوف ذا اوبر. حصل بعد كده سويبنج موفمنت، عمليه شفط ماشي من الفيمبريا سحبتها للايه للتيوب. ادي لو حصل ايه لو حصل اوفيوليشن بيحصل الكلام ده. الجرانيولوزيس اللي هو جوه دهيت والسيكا انترنا امامنا امرين اتنين، يا هنا يحصل فيرتلايزيشن او ما يحصلش. ما يحصلش فيرتلايزيشن دي هتتحول كوربس ليوتيوم البيكانس، كوربس ليوتيوم البيكانس. تعالوا نشوف في انيوتراين تيوب طلعت دلوقتي هي ماشي الاووسايت بوشت ان ذا يوتراين ليومن، دخلت لليوتراين لليومن بتاع الايه اليوتراين تيوب، هيتدخل بواسطه ايه؟ كونتراكشن اوف ماسكولار وول، ماسكولار وول، الماسكولار وول دهيت والسيليه حصلت لها ايه؟ سويبنج وسحبتها. ماشي يا اولاد؟ يبقى هي دلوقتي نرجع للرسمه تاني اهي، طلعت من هنا، طلعت من هنا اتشفطت، الفيمبريا ده هي بتاع الاوفر غطت الايه؟ السيرفيس بتاع الاوفر اهو، حصل سويبنج من هنا. طب هي هتتحرك للتيوب بواسطه ايه؟ بواسطه السيليا اللي موجوده والكونتراكشن بتاع المسلز بتاع اليوترين تيوب، الكونتراكشن بتاع المسل وول اوف يوترين تيوب والسيليا وحركه السيليا اللي موجوده. ادي طيب الفيرتلايزيشن ماشي تيك اباوت 24 اورز، تيك 24 اورز ماشي في الهيومن. الفيرتلايزد اوفم ماشي، فيرتلايزد اوفم لو حصل فيرتلايزيشن بقى ماشي، فيرتلايزد اوفم هتروح اليوترين كافيتي من 3 ل 4 ايام، 3 تو 4 داي افتر اوفيوليشن. والسبرم، السبرم يوصل بها، يوصل. يبقى احنا عندنا دلوقتي حاجتين، نركز هنا يا اولاد، نركز هنا ماشي. الاوفم، الاوفم لو حصل لها فيرتلايزيشن هتروح لليوتراين كافيتي من 3 ل 4 ايام ماشي الكلام افتر اوفيوليشن. والسبرم معلومه حلوه بقى، هيروح للتيوب حاجتين اتنين، يا اما رابيدلي بسرعه خلال 30 مينتس او ببطء افتر 6 داي، افتر ايه 6 داي. يبقى انا عندي السبرم، السبرم
هيوصل للتيوب في حاجتين اتنين، يا اما بسرعه رابلي خلال 30 دقيقه يوصل، او خلال 6 ايام لو بطيء. طيب الترانسبورت اوف افكتد باي، الترانسبورت دهوت الحركه دهيت الاساسيه باي اندوكراين ستيتس، باي اندوكراين ستيتس. نيجي نبص بقى هنا للفيت بتاع الايه الكوربس ليتش. لو فيرتلايزيشن نوت اوكير كوربس ليتيم اوف منستريشن هيتحول لكوربس البيكانس، كوربس ايه البيكانس. طب لو حصل فيرتلايزيشن، ماشي حصل فيرتلايزيشن، الكوربس ليتيم اوف بريجننسي يتحول الى كوربس ليتيم اوف بريجننسي. يبقى قدامنا امرين، فيرتلايزيشن ما حصلتش، يبقى الكوربس ليتيم هيبقى ايه كوربس ليتيم البيكانس. طيب لو حصل فيرتلايزيشن من كوربس ليتيم اوف منستريشن الى كوربس ليتيم اوف بريجننسي. طيب عندنا ايه بقى الحاجات اللي بتساعد على الاوفيوليشن، الحاجات اللي بتساعد الفاكتورز كوزنج اوفيوليشن، فاكتورز كوزنج اوفيوليشن. اول حاجه من الفاكتور شارب انكريز لوتنايزنج هرمون فروم انتيريور بيتيوتري، شارب انكريز زياده حاده في اليوتنايزنج هرمون. ماشي الكلام، اليوتنايزنج هرمون زاد. نمره اتنين ويكنس وديجنريشن للاوفيريان سيرفس، خلاص السيرفس بيضعف ويحصل له ديجنريشن. نمره ثلاثه الانترا فلوكرال بريشر هيزيد، الانترا فلوكرال بريشر هيزيد، انكريز الانترا فلوكرال بريشر يا اولاد. زاد البريشر وحصل ويكنس وديجنريشن وزياده في اللوتنايزنج هرمون والماسكولار كونتراكشن للاوفيريان وول، هيساعدوا مع عمليه الايه الاوفيوليشن. مفهوم الفاكتور، فاكتور كوزنج اوفيوليشن ايه هم؟ انكريز في اللوتنايزنج هرمون زياده شديده، نمره اثنين ويكنس وديجنريشن في الاوفيريان ايه سيرفيس، نمره ثلاثه زياده البريشر انترافريكولار بريشر، نمره اربعه ماسكولار كونتراكشن اوف اوفيريان وول. يا واد يا بنت افهمهم، الفاكتور كوزنج اوفيوليشن. طيب ايه الحتت ديت اللي هي الكوربس، اللي هي بتاع الكوربس لوتم دي موضع اسئله تخلي بالك منها. لو حصل فيرتلايزيشن يبقى يروح فين؟ لو ما حصلش فيرتلايزيشن هيبقى يعمل ايه؟ لو ما حصلش فيرتلايزيشن كوربس البيكانس، لو حصل فيرتلايزيشن كوربس ليوتيم اوف بريجننسي. طب قول لي يا شاطر انت وهي الفاكتور اللي بتسبب اوفيوليشن، نمره واحد انت ما شاء الله شارب انكريز لوتنايزنج هرمون فروم انتيريور لوب بيتوتري جلاند اللي جنبه، لوكال ويكنس اند ديجنريشن اوف اوفيريان سايكل ممتاز اللي هناك، انكريز انتر فلوكال بريشر. طيب اللي هناك خالص اللي ماسك الجوال ومش ركز معايا، يلا ماسكل كونتراكشن اوف اوفيريان وول. ماشي يا اولاد، ما ننساش مواضع الامتحانات دي. ماشي نخش بعد كده على اليوتراين سايكل، يوتراين سايكل الكلام الجميل بتاعنا، الصورة الجميلة دهي، ادي الصورة الجميلة. تتكون من كم فيز؟ من السيريال فيز كم يوم؟ أربعة أيام. بروليفريتيف فيز كم يوم؟ 10 أيام. سكرتري فيز كم يوم؟ 14 يوم. ما تيجي نشوف الكلام الجميل. احنا الرسمة الجميلة ديت ماشي؟ وعند هنا الرسمه اللي قلناها هناك في الاول، هايبوثالاموس جونادوتروفين ريليزنج هرمون بيتيوتري جلاند، جونادوتروفين هرمون طلع لي فوليكل ستيمولاتين، البرايمري فوليكل، جروينج فوليكل، ماتيور فوليكل، طلعوا الاستروجين في المرحله ايه الاستيج الاولانيه المينستيريال والبري بروليفريتيف فيز. ماشي مرحلة الاوفيوليشن اليوتنايزنج هرمون اهوت والعوامل اللي بتساعد على الاوفيوليشن
ماشي، يحصل هنا ايه؟ ادي مرحلة اليوتنايزنج هرمون، حصل اوفيوليشن، دي الاوفريون اللي احنا اتكلمنا عليها. واليوتنايزنج هرمون بعد كده بعد الاوفيوليشن هيبقى عندنا كورباس ليوتيوم، يا حاجة من اتنين، كورباس ليوتيوم البيكانس يا اما كورباس ليوتيوم اوف بريجنس. طب ما تيجي نشوف الحالة اللي احنا هنتكلم عليها، الاندوميتريوم. شايفين شكل الاندوميتريوم الجميل ده؟ هوات ادي الاندوميتريوم السكنس بتاعه، هنتكلم على السكنس. ادي السكنس بتاعه، السكنس بتاعه هنا قليل واندر افكت اوف ايه؟ استروجين. اهوت استروجين، ادي المينسترال فيه والجلاند والبلاد فيزلز فيشي. هنخش البرورو فريتف برضه بدأت تزيد شوية، الجلاند والبلاد فيزلز بدأوا يزيدوا. ماشي، هنخش على السكريتري، بدأوا يطولوا ويحصل لهم تورشوستي. ما تيجي نشوف الكلام ده بنقول ايه؟ ادي نفس الصوره اللي احنا بنقول سايكليك تشينجز في الاندوميتريوم والكورسبوندنج تشينجز ان اوفيريان ديورنج ريجولار منستيريال سايك. ادي الاندوميتريوم وهنا الايه؟ البري اوفيولاتوري فيز بتبقى اندر افكت اوف ايه؟ استروجين. البروفيريتيف اندر افكت اوف ايه؟ استروجين. بعد كده السكريتري اندر افكت اوف ايه؟ بروجسترون. يبقى كل مرحله بتقابلها من مرحله من مراحل الايه؟ الاوفيريان سايكل. تعالوا نشوف الحاجات اللي موجوده في كل فيز في اليوترس. ادي اليوترس منستيريوال فيز، ماشي، منستيريوال فيز كم يوم يا اولاد؟ 4 ايام. لو حصل البريجنانسي نوت اوكير يبقى هيحصل ديجنريشن للكوربس ليوتيوم. اما يحصل ديجنريشن للكوربس ليوتيوم هيحصل دروب في الايه؟ البروجسترون. دي اول معلومه. الاندوميتريوم هيحصل له ديجنريت واكسبل فروم ريوترس اند ريتين بيزل لير اونلي. البيزل لير ديت هتبقى موجوده عشان تدي لك بعد كده الايه؟ الحاجة بتاع الدورة اللي جاي. يبقى احنا دلوقتي المينستيريوال فيز لو بريجنانسي نيت اوكير وبريجنانسي اوكير، الكوربس ليوتيوم هنا هيحصل دروب البروجسترون والاندوميتريوم ديجنريت وهيطلع كل الحاجة اللي فيه ما عدا البيزل لاير. ماشي، لو البريجنانسي اوكير الكوربس ليوتيوم هيتحول الى ايه؟ كوربس ليوتيوم. الكوربس ليوتيوم هيفضل شغال مينتيند باي هرمون كورد كوريونيك جلاند تروفين، كوريونيك جلاند تروفين سكريتد باي ايه؟ كوريون اوف امبريو. بعد كده الكوربس ليوتيوم كسورس للبروجسترون لغايه الاسبوع الرابع، سورس للبروجسترون لغايه الاسبوع الرابع. بعد الاسبوع الرابع البلاسينتا هتشتغل وتدينا البروجسترون. ديت بايه؟ ماشي، المنسز اوكيرز 14 داي افتر اوفيوليشن. كونتنت اوف منستيريوال فلو، الدم اللي خارج من الست، ماشي، مكوناته ايه؟ نون كلوتنج بلاد، ديسكوميتد اندوميتريوم، سيرفايكال ميكوزا، وفاجينال سيل. ديت من اسئله الامتحانات، ركز معايا. ادي المنستيريوال. نمره اتنين بروفيريتيف، ديت مكورسبوندنج ايه؟ للبري اوفيولاتوري فيز، اندر افكت برضه اوف استروجين. الاندوميتريوم سكند، البلاد فيسلز والجلاند انلارجد. ادي الخواص بتاع البروفيريتيف. السكريتوري فيز مطابقه للبوست اوفيولاتوري فيز، اندر افكت اوف بروجسترون. الاندوميتريوم سكند، البلاد فيسلز والجلاند انلارجد اند ايه؟ توسد وفول سيكريشن. وادي صورة بتوضح هذه الامور. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالتوفيق والنجاح والفلاح ان شاء الله.